كمل كمل اللي يطلع الاول. الله تبارك الله. وبسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتجربة شوية كذا غريبة شوية اللي هي كيف تعدي من العقم. طبعا عقم هذا بارتفاع حوالي متر ونص إلى متر إلى أقل من متر، شيء بسيط. بس الخروج منه إنه لو صادفك وطلعته بجنب، هذه يسمونها يعني أنا تعلمتها في البحر، اسمها كسر موجة، وهنا نقدر نقول عليها كسرة عقم. طلوع يا قولوا طلوع دبل ثقيل. نبتدي بالسهل الرامة الآن، يعني طبعا ما حيطلع لكن يحاول يطلع ويروح وشون يقدر يطلع نفسه. هو ذا اللي ما نبغاه. شوف يوم شتل فيك الموتر علق. طبعا زي ما قلنا شفتم شلون، هذا هي التجربه كيف انك هو اول ما طلع كسر يسار كثير، لو كسر يسار كثير تعلق، لو بدا يطلع الان نحاول نخليه. شوف يا لواء طلوعك خليك ستريت، لا تلف الموتر، هو يلف من نفسه ترى، هو يزحفه، فانت لا تعطيه هواء. الان نسحبه شويه شويه. أنا تعبتني الشمس في الشاشة، ماني شايف أصور إيش. خلاص خلاص سريع، واحد يفك الواير سرعة. خليه في، لا مو من هنا، مو فك السيارة هذه. أنا ما أبغاك كذا بسرعة. هل سلفر ماجد في الشاشة أنت. على مهلك ها، بلغوهم الطلوع بشويش، ما ابغى زائد اللي طلع على هو، ما نبغاه كذا. كفو خليه يطلع من واحده ثانيه. يا ماجد ماجد واحده ثانيه جديده. نجرب واحدة ثانية. سلام عليك. طلع الباتر. خالد خلي سيارتك وجهها علينا من هناك بس بعيد. وجه الباتر ما شاء الله تبارك الله. ابعد يا ماجد. شوف شوف ماجد قد ما يقدر يواجهني أنا. هنصيدهم بواحد اقوى. الى الان يعني تجربه شيء معين. الان بس خليتهم ياخذوا على الموضوع الشو بالصبركم. الحين نحوسهم شوي. قدموا راس الطعس، قدموا في راس الطعس. احمد ماجد قدم قدم. وحش يا ولد. مويه يبغالك، مويه عشان تغسلها. ما في مشكله بسيطه. وما شاء الله تبارك الله الان. هذا الشغل اللي نبغاه. يطلع يحاول يرجع ثاني يكسرها يصلح له خط. بس اهم شيء ما نبغى ضعس جامد يعني، ان شاء الله يفهمون القصه كيف. يا لواء
يا عبد الغني، عبد الغني تسمعني؟ عبد الغني وحش يا ولد، جيب الباترو بسرعة، اثنين سيارتين جيبوا. هلا باللاند، لا ما ابغى كذا، ما ابغى كذا، هاي سرقة، انا ابغى بشويش، ابغى موضوع دفلوك اطلع. لا روح روح وتعال ثاني. ماجد اعطهم اياها بشويش، قول له اطلع بدبل خلفي يا عثمان، وبعدين شغل الدبل واطلع، انا ابغاك تغرز بعدين تطلع. يعني صاير شايفها صارت سهله عليهم، نحاول نصعبها شوي. فورا دبل خفيف، ولا ابغى دبل ولا شيء، ابغى دبل دفع خلفي. روح دبل خفيف، ما ابغى من غير دبل، وبعدين تشغل الدبل. بدون دبل ماجد، قل له بدون دبل وبعدين شغل الدبل، بس قدموا في راس الطعس، قدموا خشم الطعس. يلا خلاص، قلنا شغل الدبل هنا. على مالك، قلنا لا تربش. اي ارجع الان، ارجع، ما يقدر يجيبه، ما عليه. عثمان وخر من هنا، المكان هذا يا عثمان، ابعد من ذا المكان يا عثمان، ارجع ورا. ما شاء الله يا فور، شغل دبل ثقيل. انا حاول يطلع، والله من غير دعس يطلع بالراحه، بس هم الله يهديهم الباور. انتم يعني حاط في بالك ان الباور حيطلعك، ما يطلعك الباور. هي يطلع، لا مو باور، يلا ايه ليه الدعس هذا؟ ما يطلع معك، جرب، سوي خط، سوي خط. ليلك يا احمد. لواء، لواء اطلع من هنا يا لواء. يا الله سما يعلق. يا عبد الغني، على ما يطلع ثاني نجيب واحد ايش زبون جديد. رافور صعبة عليك هنا. لا لا ماجد، ماجد ماجد صعبة عليه، صعبة صعبة، هتكسر واجهته. لا لا قول له لا في الثانية. ماجد ماجد باللي باللي ورا من هنا، قول له تم سحبه. اليوم ليلة، اليوم التعليق والله. شفت يعني هذا علق لسبب، اولا سيارة هذه صعيدة في رباعي، بس مساعداتها قصيرة يا جماعة الخير، لانها ما تستحمل هذه الاماكن. فعشان كذا نقول اللي معه سيارات زي ذي انتبه انك تدخل في البر وتجي تعلق في اماكن زي كذا. سيارتك اللي زي كذا وانواع كثيرة، يعني مش بس الرافور، لا في انواع كثيرة من السيارات اليابانية اللي زي ذي. والله اليوم عزير تعليق على ودنه صراحة. في شيء ثاني مهم والله يا جماعة الخير، أنا ما أعرف يعني ليش الناس ما يركزون في الدركسون. أنت نزلت سيارة معتدلة، فلاحظ دركسونك كيف لف، شوفه في التصوير بعدين يا شنب، لف مرة لفة جامدة. فهذا اللفة ذي أنت زي تسوي لنفسك سد كذا، يعني منيع أنك ما
ما يتحرك الموتر. سريع يا احمد، السيارات من هنا تنشال. والفجيه ما شاء الله تبارك الله. بس بس يا ماجد، ماجد فين طلعوا؟ خلوه زي ما هو. قدموا راس الطعس. ما شاء الله تبارك الله. بدأ بدون دبل، نبغى نطلع عشانه بدونه، واذا غرز طلع شغل الدبل وطلعه. هذه بدبل، دفع رباعي انت، دفع رباعي انت، لا لا انت دفع رباعي عشان كذا من غير دبل. ها هذا دفع رباعي الاف جي، ما شاء الله تبارك الله. احمد واجاكم الفتك مولع السفاتي واخروا عنه. يلا شغل هنا. دفلوك يا ولد، قول له دفلوك يا ماهر. العن الاخيره هذه ما لها لازمه. هي اللي تغرزك العن. ايه عافر شوية شوية الفتك. شغل دفلكو؟ دفلك شغال؟ روح يا وحش. ان شاء الله تبارك الله. هذا دفع رباعي بعد. ماجد كل شوية خلي واحد يطلع في الكفر الثاني. يعني مو في خطه سوا يشتل عنه، يلا روح. قول له شغل كل شيء عندك. ها يا كبار. هادي تعال هنا، خليك اكسر هذه. لا لا يفتح مرة كثير جنبها بالضبط. ماجد جيب وجهه هنا، ما ابغاه يطلع ستريت، ابغاه بكسره بميله. ايه ويعلق؟ لا ما علق. سريع الو، الواير حقك فين؟ هات اسرع هنا عشان سريع. يطلع يطلع الوحش، يطلع الوحش، يطلع الوحش واخر. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طبعا دفلك طلع نفسه. ماجد كذا مواجهني، تجربة غريبة شوية كذا اليوم، يعني ما أعرف شو أقول لك، بس شوف إيش تقدر أنت تطلع منها من نتيجة. وحش يا ولد ما شاء الله تبارك الله. يا ماهر ماجد طلعوا فمو خط سيارات. هلا بالربع ما شاء الله تبارك الله. يا جماعة الخير، ما فيها عيب ولا احراج اذا ما طلع موترك. عيد تجرب هتعرف وين 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 تشد وين ترخي. فهذا اللي انا ابغاه، يعني نشيل الموضوع ذا، ندخل في موضوع انك انه انا صورك ابغى الناس تستفيد منك. انا مجرد تصوير،
لا احد ينسب لي خبره ولا ينسب لي شيء ولا لا، انا ناقل شيء معين اصوره اتعلم منه وانتم تتعلمون منه. روح يا شنب احش. هلا بالشنب. خلو خلاص. ويرجع ثاني مرة الشرم ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر الله أكبر. قدموا الآن لين خشم الطعس بالضبط لين يضرب الصدام. بعد. يلا خلاص يلا قول له اطلع. وحش يا ولد ما شاء الله تبارك الله. هاي ان شاء الله عليك الان تجيبها باذن الله. ليه يا شنب ليه غيرت؟ اطلع معاك. ليش؟ اطلع معاه يطلع يا رجل. 35 يا شنب حرام عليك. يلا تعال جيبها ثاني. يلا نقصها وتعال. هلا ابو عبد الله ما شاء الله تبارك الله قناة اسد الغربية منورنا. قلنا منورنا مو مغرزنا. روح يا شرف. شفت المواتر كيف لما تطلع في هذا تجي تزحف. بعض السيارات هنا يا جماعة الخير من الحل من الـ من الـ 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 التصوير هذا، بعض السيارات زي كذا في الزحفة هذا يزحف فيك الكفر ينفصخ. شفتم شلون؟ بدأت اذا كمان كان في نزول، يعني مو هذا في طلوع، شلون لو كان في نزول فاسخ الكفر من غير اي كلام يعني.